انت اللي احرف صح. انت اللي احرف يعني، خليك كده عشان بس الناس كل شويه يقول لك اصل حازم اصل وليد كلهم حبايبي وبعشقهم. لا كلهم حريفه انا كلهم يعني حريفه. كلهم حريفه بس كان مين بيرقص التاني بصراحه؟ لا ما اصلا كل واحد ليه طريقه معينه، بس انا من نوعيه ان انا بحب ارقص يعني، انا برقص يعني ايه ترقيص وبتاع كده، بس احنا ما بنخشش على بعض. مفيش ايه يعني لو واحد ده. لو واحد جه قصادك مين بيرقص التاني يعني؟ الكابتن الكبير كابتن حازم امام كده لو جه قصادك لو مفيش بالتمرينة. لا احنا اصلا بيبقى فيه ايه على طول في سين بيننا لما انا داخل عليك يعني العب الكوره. اه اعمل نفسك مش شايف. ونفس النظام يعني حازم يعني. لا انا بحب حازم طبعا. حازم توأم حازم حريف جدا. وليد طبعا يعني الاثنين الصراحه يعني مميزين جدا، عندهم مهارة يعني مختلفة جدا. مين تاني كان حريف ما نفتكروش او ما ناخدش بالنا منه؟ انت هتبقى عارف الحريف يا بحب احمد فاروق بتاع بلدية المحلة. صح فاكر احمد الله فاروق؟ الله عليك. يعني احمد فاروق كان لعيب جامد قوي. كان انا بكلمك على الجيل الايه اللي انا بحبه جدا من معانا. في برضو بحب احمد العجوز جدا كحريف طبعا. لا لعيبة كتير قوي. لعيبة كتير.